السلام عليكم يا جماعة. بداية كده أحب أعرفكم بنفسي، أنا اسمي محمد تركي وأنا خريج نانو تكنولوجي أند نانو إلكترونيكس من جامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل، ودلوقتي بعمل دكتوراه في أمريكا في تخصص السيمي كوندكتورز، وبالأخص يعني اللي هو الباور إلكترونيكس أو الباور سيمي كوندكتور ديفايسز. وحبيت اعمل الفيديو ده، يعني هو ان شاء الله هيبقى كذا فيديو، يعني علشان اشرح السيمي كوندكتورز واديكم فكرة عن الشغل اللي انا بشتغله يعني هنا في الدكتوراه. وكمان بصيت بصة كده على السيمي كوندكتورز بالعربي بالذات، هو بيعملوا ايه، فلقيت ان ما بيدخلوش بعمق قوي في الفيزياء. فالمهم اصلا عشان افهم السيمي كوندكتورز لازم افهم الفيزياء، ودي دي ده رقم واحد. ونقطة تانية عشان اعرف اذاكر، اللي هو لما بتحاول تعلم حد حاجة بتحاول تبسطها له على قد ما تقدر، فلما تبسطها اكتر بتفهم احسن بكتير غير ما تذاكرها. فيعني دي نقطة، يعني ان انا لما بحب اذاكر حاجة بحاول اشرحها لحد فذاكر احسن. بداية كده إن شاء الله لما هنتكلم عن زي ما قلنا السيمي كوندكتورز، فالفيديو ده هيبقى انترودكشن كده الدنيا هتبقى ماشية ازاي. بداية كده احنا إن شاء الله الكلام ده كله هيبقى من كتب دي عندي هنا، الكتب دي PDF موجودة على النت أعتقد، يعني بس في كتاب منهم مش موجود، بس أنا هديكم كده نبذة عن الكتب. أول كتاب خالص هنتكلم منه ده كتاب بيزكس جدا، بيتكلم عن شوية بيزكس جدا. فالكتاب ده اسمه Semiconductor Physics and Devices، ده تبع ده نيمن، دونالد نيمن، وده زي ما احنا قلنا ان هو بيزك وده اندر جراد. الكتاب ده فعلا بياخدوه الطلبة اللي في الاندر جراد، وده اول كتاب. تاني كتاب زي، وده الليفل بتاعه عالي شوية، ده بيسموه Physics of Semiconductor Devices. الكتاب ده مهم جدا، وبالذات للشغل احنا انا قلت لكم ان انا باور ديفايسز، فالموضوع مختلف عن الحاجات اللو باور والباور. ده لو باور، ده كله لو باور. اما ندخل بقى على الباور، في كتاب مشهور جدا بتاع بالجا، يعني اي حد بيتكلم على الباور ديفايسز او السيمي كوندكتور لازم بالي كده، يعني لازم ده رقم، ده تكست بوك رقم واحد يعني، تمام. وبالي ده engineering oriented شوية، اللي هو ازاي اديزاين الديفايس، ازاي اعمل ديفايس. الفيزيكس بتاعه مش قوية قوي زي الكتاب الاخير اللي هو جاندي. جاندي ده بقى الفيزيكس بتاعه عالي جدا، والكتاب ده قديم قوي اصلا، اعتقد ده في السبع، الكتاب ده من السبعينات يعني اعتقد. والكتاب ده للأسف مش PDF، لازم تشتروه، يعني ده الكتاب ده بحوالي 30 دولار باين. فالكتاب ده بس الكتاب ده مهم جدا في الفيزيكس بتاع الباور سيمي كوندكتور. ففي عندنا كتابين لللو باور، او لللو باور ده اللي هو اللي بيبقى في الاي سي، في البروسيسور، في الحاجات اللي هي الديجيتال يعني او الانالوج. ولكن الهاي باور او التخصصي ده بقى في الحاجات بقى اللي هو حاجات بتبقى دايمنشنز اعلى بكتير، في المايكرونز، حاجات بتستحمل فولت عالي، وده بتبقى بقى في مثلا في حاجه زي عربيات تسلا مثلا بيستخدموا باور ديفايسز، وفي الحاجات او الحاجات الاوتوموتيف عامه، او في الحاجات في الويند توربينز والحاجات دي كلها اللي بتحتاج باور عاليه يعني. فالابليكيشنز مختلفين تماما، حد بيتكلم في حاجه صغيره وحد بيتكلم في حاجه صغيره من ناحيه الباور والحجم، وحاجه بتتكلم في احجام كبيره وباور اعلى. فالفيزيكس طبعا هتختلف. فبدايه كده ان شاء الله نتكلم عن ما هم السيماي كوندكتورز، تمام. وده introduction زي ما احنا قلنا، و
ان شاء الله هنغطي كذا حاجة. بداية كده انا يعني اتمنى ان احنا اول حاجة يعني احب اغطيها هو الفيزيكس، وتاني حاجة احب اغطيها هي الديفايسز. والديفايسز في فيديوهات كتير بالعربي كمان موجودة بتتكلم عن الديفايسز، بس للأسف مفيش حد بيتكلم على السيميليشن. طب الكلام ده كله أنا عايز أشوفه على الكمبيوتر كسوفت وير يعني، تمام، والفابريكيشن إزاي أعمل فابريكيشن للكلام ده كله. السيميليشن والفابريكيشن مش هيبقوا حاجة منفصلة، هيبقوا كيس باي كيس. يعني أنا احنا نتكلم على ديفايس معين، تمام، فيلا نشوف بتعمل سيميليشن ازاي. ده احنا ان شاء الله هنشتغل على سنتورس. سنتورس ده في السيميليشن، ده البرنامج اللي هنشتغل عليه. والفابريكيشن هنشوف بنفابريكيت ازاي، تمام. يعني لو عرفت اروح اللاب عندي فممكن نشوف حاجة في ليها علاقة بالكاركترايزيشن. في شوية أجهزة حلوة موجودة عندي في اللاب، ممكن إزاي أعرف أجيب مثلا الـ IV characteristics، أعرف الـ breakdown بتاع الـ device. في حاجات كتير في الـ characterization مهمة، ففي أجهزة كتيرة في المعمل أنا أول مرة أشوفها، فديت حاجة برضو كويسة لازم الواحد يكون عارفها. فإن شاء الله يعني نحاول نغطي الحاجات دي كلها، بس مينلي هيبقى فيزيكس، وفيزيكس ده هيبقى فيديوهات كتير جدا عشان في كل حاجة، ومش عايز الفيديو يطول بصراحة عن 10 دقايق. فالفيزيكس هتطول، هتبقى فيديوهات كتير. الديفايسز نفس الكلام، و طبعا الديفايسز مع السيميليشن والفابريكيشن. فلو في وقت او عرفت ممكن الكاركترايزيشن يعني نغطيه، تمام. ف بداية كده احنا ممكن نتكلم بقى على الفيزيكس. فأولا احنا هنتكلم ان شاء الله هنا على الفيزيكس. تعالى اهو فيزيكس. معظم الكتب بتبدأ أول حاجة بتبدأ كده بداية، تعالى نعمل لهم تاني، بتبدأ بالكريستال ستراكشر. والكريستال ستراكشر هنا في كذا كذا حاجة. يعني احنا مثلا عارفين ان من طبعا اشهر سيمي كوندكتور موجود في الدنيا ان هو السيليكون. فالسيليكون الكريستال ستراكشر بتاعه بيقولوا دايموند كيوبيك. في بقى انا بما اني باور فبستخدم ماتيريال تانية. الماتيريال تانية انا بستخدمها اسمها السيليكون كاربايد. السيليكون كاربايد مش كيوبيك ستراكشر، هو هيكساجونال ستراكشر. فده هيكس وده كيوبيك. فالفرق هنا في الكريستال ستراكشر هيعمل لي فرق في الانديسيز، ميلر انديسيز او البلينز. هنا مثلا، هنا مثلا 001، هنا هيبقى 0001. ففي ان اكسس زيادة يعني حاجة كده. فده مهم لان كل بلين وليه بارامتر مختلف. يعني مثلا دي بقى في حاجة ليها علاقة بالان ايزوتروبيك، الان ايزوتروبيك بروبرتيز. فكل بلين وليه بروبرتي مختلفة. يعني مثلا في السيليكون كاربايد 0001 مختلف عن ال 112 بار 0. ده الموبيلتي بتاعته مختلفة عن ده. هستفيد ايه من الموبيلتي مختلفة هنعرف بعدين، بس انا قصدي ان البروبرتيز، الفيزيكال بروبرتيز، الفيزيكال بارامترز بتختلف من بلين لبلين. وطبعا السيرفيس دنسيتي والحاجات دي كلها مهمة ان الواحد ازاي يعرف يحسبها. الكلام ده كله في كريستال ستراكشر. وفي اخر حاجة في كريستال ستراكشر ان شاء الله هندخل على الريسبروكال لاتس. ما هو الريسيبروكال لاتس والبريل وان زون. تدخل فيزيكس تقيلة سيكا، يعني
شويتين ثلاثة طبعا. فيزيكس أصلا على طول تيجي. تاني جزء الانترودكشن لكوانتم ميكانكس، فده دخلنا بقى بجد بقى انترودكشن تو كوانتم ميكانكس. والكوانتم ميكانكس هنا طبعا شرودنجرز ايكويشن، وعادة تايم اندبندنت شرودنجرز ايكويشن. ليه انا عايز اتعلم الكوانتم ميكانكس؟ علشان في حاجة اسمها في الباند ثيوري. ما هو الباند ثيوري؟ ده اللي هو ازاي بشوف الفالنس كوندكشن باند، وهنا بعرف طبعا من البارامتر المشهورة جدا اللي هو الباند جاب. تمام، ده لما حد يسأل على سيمي كوندكتور أكبر حاجة بتيجي في دماغه الباند جاب بتاعه كام؟ السيليكون الباند جاب بتاعه 1.1، تمام. السيليكون كاربايد الباند جاب بتاعه حوالي 3.3، فده واحد واحد من عشرة ده للسيليكون، وتلاتة من عشرة ده للسيليكون كاربايد. طب هستفيد ايه ان الباند جاب بتاع السيليكون كاربايد اكتر؟ هنعرف بعدين. طب ازاي عرفت الكلام ده كله؟ من الباند ثيوري. طب الباند ثيوري ده جابوه ازاي؟ حل طبعا شرودنجر ايكويشن، وحط الفولتج هنعرف ازاي بيريوديك فانكشن، استخدم اللي هو كان الموديل اللي هو مشهور كرونيك بيني، ده من اشهر المودلز اللي بيستخدموه اصلا في السوليد ستيت ديفايسز، سوليد ستيت فيزيكس، عشان يعرف يجيب الباند دايجرام يعني. وعادة ده بيجيب الباند دايجرام كله يعني. فده انترودكشن لكوانتم ميكانكس. في ايه تاني نتكلم عن ان شاء الله؟ ممكن يعني نتكلم عن الستاتستيكال ميكانكس. مش هندخل جوه قوي في الستاتستيكال ميكانكس، انا بس عايز حتة الفيرمي ديراك ديستريبيوشن. فيرمي ديراك ديستريبيوشن، ما هو الفيرمي ديراك ديستريبيوشن؟ ده هو ده ان الالكترونز بتمشي عليه يعني. لان هو الالكترونز طبعا نوع من يعني هم فيرميونز، عشان بيوبيوا الباولي اكسكلوجن برينسيبل. طبعا ده حته فيزيكس مالناش دعوه بيها خالص، بس حته الفيرمي دراك ديت مهمه علشان اعرف البروبابيلتي بتاع الالكترونز تبقى فين في الباند دايجرام بتاعتها. فده بيعرفني البروبابيلتي. ومن البارامتر المشهور اللي انا عايز اعرفها اللي هي الفيرمي ليفل، الفيرمي انرجي ليفل. والفيرمي ده يعتبر يعني من اهم البارامترز الموجوده في السيمي كوندكتور. ايه هو الفيرمي ليفل بتاعه؟ في حاجه كمان اللي هو هندخل بقى دخله السوليد ستيت فيزيكس. سوليد ستيت فيزيكس انا بس عايز اعرف حاجه واحده فيها، انا مش عايز ادخل يعني عادة سوليد ستيت فيزيكس، بس أنا عايز السوليد ستيت بتاع السيمي كوندكتورز، مش السوليد كلها، قصدي السيمي كوندكتور ستيت. ما هما بقى اللي أنا عايز أجيبه هنا؟ عايز أجيب ال density of states. إيه هو ال density of states؟ اللي هو ال states per unit volume عند ال ده عند energy معين، عند level energy معين. فمثلا ال density of states ده بتجيب لي حاجة اسمها effective density of states عند ال valence band، أو ال effective density of states عند ال conduction band. فهو بيجيب لي ال states، ال density بتاعة ال states ديت يعني per unit volume يعني عند energy معين. وطبعا البارامترين دول ال n v وال n c دول مهمين جدا ان هما يعرفوني ال carrier concentration. يعني انا هعرف يعني ايه carrier concentration كمان شوية. فدول الفيزيكس، دول ده هارد كور فيزيكس، ده فيزيكس تقيلة جدا بس مهمة جدا، لازم نعرف الفيزيكس دي كلها. طبعا في نقطة أخرى طبعا، نقطتين كمان. خلاص احنا خلصنا الفيزيكس، ندخل بعد السيمي كوندكتور ذات نفسه يعني. احنا المفروض الكلام بتاعنا ده كله سيمي كوندكتور. فما هو السيمي كوندكتور؟ في نوعين ناو two states في السيمي كوندكتور، اللي هو سيمي كوندكتور at equilibrium
وفي السيمي كوندكتور، سيمي كوندكتورز ات نون ايكوليبريم. من اللي في الايكوليبريم ده، الفرق منهم ان اللي في الايكوليبريم ده انا مش بحط فولت على، ما فيش فولتج على السيمي كوندكتور بتاعي. هنا في النون ايكوليبريم بيبقى فيه فولتج، تمام؟ يعني هنا ما فيش فولتج، هنا في فولتج، في فولت على السيمي كوندكتور بتاعي. فده بقى هنعرف، ده هنجيب كذا حاجة، هنجيب ال ان اي، هنجيب ال ممكن ال لو دوبت بقى هنجيب ال ان وال بي. ده في كذا بارامتر هنجيبه هنا، بس ده مش ده سهل. لا ده الاكوليبريم ده، وفي الحقيقة انا مش عايزه في الاكوليبريم، انا عايزه هنا. لا انا بعمل ديفايس، والديفايس ده هحط عليه فولت. فده ده اهم حاجة بالنسبة لي. فده بقى هنعرف اللي هو الكارير. ما هو الكارير؟ الكارير هو الالكترونز مثلا بيترانسبورت ازاي، بيتحرك ازاي. من الكارير ترانسبورت ده ممكن اجيب، اعرف اجيب الكارنت. يعني ده هو اللي بيجيب لي الكارنت. يعني انواع الكارير ترانسبورت عامله ازاي والكلام ده كله. في حاجه اسمها ريكومبينيشن، حاجه اسمها جينيريشن. طبعا في كذا حاجه في حته النون ايكوليبريم ديت ومهمه جدا. مثلا في الريكومبينيشن في موديل اسمه شوكلي ريد هول ريكومبينيشن، ده مهم جدا. الكلام ده كله هنعرفه بالتفاصيل ان شاء الله. يعني فده باختصار الفيزيكس بتاع اللو باور. تعالوا بقى نشوف بقى الهاي باور بقى، اللي هو الشغل بتاعي. الشغل بتاعي هيختلف اختلاف رهيب من ناحية الفيزيكس. في ايه؟ هو في الكلام ده كله طبعا زائد حاجات تانية. ايه بقى الحاجات التانية ديت؟ حاجة زي مثلا من اسمه الباور عالي، صح؟ باور سيمي كوندكتور بيستحمل باور عالي، فولت كارنت، كل الحاجات دي عالية. ف بيحصل له حاجة، بيحصل له حاجة اسمها سكند بريك داون. سكند بريك داون ايه السكند بريك داون ده؟ انك كل حاجة بتبقى عالية، ففي الاخر ممكن تلاقي الديفايس نفسه، السيمي كوندكتور نفسه حصل له ميلتنج، فاللي هو شكرا يعني ساح. فما ما ما عنديش ما عنديش سيمي كوندكتور خلاص. ف ليه بيحصل الكلام ده كله؟ زي ما قلنا، عشان هو باور عالي، هو محمد هلال ستايل، عشان باور عالي. لو باور عالي فخلاص. يعني في كذا حاجة هنا في هنتكلم هنا على ما هم أنواع الانجكشنز، سنجل ودبل انجكشن. الكلام ده مهم بالذات هنا في ال، تمام. في كذا حاجة هنتكلم عنها في الفيزيكس بتاعة الباور دي كلها. الفيزيكس بتاعة باور ال السيمي كوندكتور. ف كده أعتقد خلصت. إن شاء الله في فيديو آخر نتكلم على الديفايسز، إيه هي الديفايسز اللي هنستخدمها. هنتكلم عن كذا ديفايس، وبرضه هنقسمها ديفايسز العادية وباور ديفايسز، تمام. وبس، شكرا جزيلا. أنا كمان